المطبات كتير توقع. طب مش كنتي تحذريني؟ هو انت سألتيني؟ بس استأذنتك. عشان خاطرك همشيها استأذنت، عشان انا اجدع منك انا بحذرك. خدي بالك من يوسف، يوسف يخوف. والله انا مش خايفة من يوسف، انا اللي مخوفني فعلا الناس اللي حوالين يوسف، واولهم فريدة. الله، هي فريدة رجعت تلعب تاني؟ طبعا، دي كابتن الفرق. عامله لي فيها مصلحة اجتماعية، لازم ترجعي ليوسف، يوسف بيحبك وانت بتحبيه. انسي كل ده، دي كتلة خبز بس ما يبانش عليها. الوش البريء بقى اللي هي عاملاه لنا ده، ده سر قوتها، عشان كده هي اللي قلقاني. طيب هو يوسف متجاوب معاه؟ طبعا، زي ما كان متابعني وهو معاكي اصلا واكتر. بصي يا هند، يوسف لما جالي علشان يتاكد ان وليد كويس ولا كذاب، ما كانش جاي يتاكد عشان يرجع لي، هو كان بس جاي يتاكد عشان يريح ضميره. وعلى فكره بقى، هو اللي جالي انا، مع انه ممكن يتاكد من اي حد عادي. تمام يا دينا، هو انت عايزه ترجعي له؟ لا طبعا هرجع له. ايه يعني؟ انا بس كنت محتاجه اتاكد اذا كان هو كان بيضحك عليا او بيتسلى بيا، ولكن فعلا محترم. هاي هاي، بقول لك ايه، ايه رايك لو حبيتي، يعني لو حبيتي ننزل سوا، يعني نروح اي حته نشرب قهوه في اي حته جنبنا هنا زي زمان؟ لا ما احبش. احنا مش فكينا خلاص ولا ايه؟ طبعا ما فكيناش، علشان افك لازم تخشي لي ببوكي ورد قد كده، بعلبة شوكولاتة من النوع اللي انا بحبها، ساعتها بقى هفكر اذا كنت افك ولا بفكش. طب وايه رايك كمان في حته خاتم الماس قد كده زي الورده بقى؟ واو، طبعا فكره عظيمه جدا. وقتها يمكن افك. ما تفكيش خلاص، ما تفكيش، خليكي قافله كده، هجيب لك خلاص قفله على حسابي. ده انت ست اوفر. ايه الغباء اللي انا عملته ده؟ معقول الكلام ده؟ قاعده وزهقانه وطالع عينك، تكلمي نفسك، ضيعتي فرصه فظيعه. مش ضماني انه هيكلمني تاني دلوقتي ولا هيرجع. خليكي انت كده، خليكي في عندك اللي موديكي في داهيه. اديكي قاعده زي قرد قطع. ها، نرجع للتلفزيون. سمعتي اللي انا سمعته؟ سمعت. ما طلعتش دينا وفريدة وبس، ده طلعوا الاتنين، واكيد في غيرهم كتير كمان. بجد انا ندمان على كل لحظه كنت كويسه فيها مع البني ادم ده، وندمان على كل لحظه وثقت فيه، ومتضايقه قوي من نفسي على نفسي، متضايقه اكتر من ذكائي. ازاي انا كنت هبله وساذجه بالطريقه دي؟ خلاص يا بنتي ما تضايقيش نفسك، هو خد الشر وراح. لا طبعا ما خدش الشر وراح، انا لازم احرق قلبه زي ما حرق قلبي، ولازم اعلمه المشاعر البنات مش لعبه يرميها وقت ما يزهق، ولازم اعلمه درس عشان اللي عمله معايا ما يعملوش مع غيري تاني. حاضر حاضر. ايه ده؟ ساعة الماتش يعني يا حبك؟ افندم، ما تيجي تتغدى معايا، انا عامله شركسية. شركسية؟ ايه شركسية والاكل المايز ده؟ لا مش حابب. ليه مش حابب؟ مش عايز شركسية، ما بحبش الشركسية. انا قلت ان انت ما هتصدق.
هصدق ده ايه؟ شايفه في ايدي اهو جوز ولوز وعين جمل، ولا فاكراني يعني عايش على السندوتشات وعلى الاكل الدليفري اللي ملوش طعم ده؟ مش عايزه ستي، مش عايزه انا الشركسيه دي، بكرهها. هتندم. لا مش هندم، احنا هنقعد نقعد ويندم مش هقعد مش هندم. وبعدين اصلا يعني انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا حبيبي؟ وراك ايه؟ وراك الابعاديه ولا ايه؟ لا ماتش ليفربول، صلاح حبيبي هيلعب. والله يعني عايز تقول ان صلاح اهم مني؟ طبعا اهم منك ومن ال صلاح. هداف الدوري الانجليزي مرتين، احسن لاعب في افريقيا، بريمير ليج، شامبيونز ليج، كله ليج في ليج. لا صلاح صلاح انت هو اهم بقى ولا مش اهم؟ اهم، انا متاكده انه اهم. من الاخر كده هات لي، هتيجي ولا مش هتيجي؟ مش حاجه يا ستي، مش عايز اجي خلاص. عنك ما جيت، بس عايز اقول لك حاجه بجد بجد، وديني اللي هزعلك. ها خلاص خلاص، عشان ما ازعلش، بس اذا فضل حاجه من القرف اللي عاملاه ده يبقى هاتي طبق صغير كده عشان الجنينه الغلبانه اللي جنبنا. انا هتفحك الكوته، عارف يعني ايه هتفحك؟ يلا بيت. افتح يا جبال، يلا يا بيت جبال. يلا بيت يا جبال. يلا بيت. افتح بقول لك يا جبال. يلا بيت هتفحك زباله. تموت في حاجه اسمها رجل البت دي. ايه اللي انا عملته ده؟ دي ست مجنونه وممكن تاخدها على كبريائها وكرامتها وما تجيش تاني كده. صلاح كده